مع قراءتان ثم نعم إمكانية الذهاب إلى نعم استفتاء شعبي عام، نعم يعني مع هذا النسق هل يمكن المصادقة قبل الموعد المفترض 13 في جانفي وإجراء انتخابات في جوان نعم 2011؟ في المطلق يمكن، ولكن تذكروا بسرعة وكأنهم وضعوا الدستور في نعم سيارة إسعاف وهرعوا به، يعني في سباق ضد الوقت للوصول إلى التاريخ المحدد. هذا الدستور هو الأساس الذي ستقوم عليه الشرعية داخل الدولة التونسية، ومن المفترض التأني وإعطاء الكلمة لكل النواب. هم أخذوا اليوم بنظام القرعة حتى يختصروا الوقت، ولكن لماذا لم يختصروه في السابق؟ يعني القضية يعني هي قضية صراع على السلطة وتحت عباءة الدستور، لأن الأزمة أزمة يعني سياسية. المسألة سياسية وليس نعم مسألة تأسيس لمستقبل دولة، نعم مستقبل شعب، هو مستقبل تأسيس، بلاد. ولكن للأسف يعني كيف نؤسس من جديد بفكر سياسي قديم؟ وهذه هي القضية، يعني كيف نؤسس؟ لم ينظروا إلى الأسباب التي أدت إلى فشل التجربة الدستورية الأولى. الأمر لا يتعلق بأحكام جديدة أو بجملة من الفصول الجديدة نعم أو بإعادة ترتيبها، الأمر يقتضي النظر في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى فشل تجربة دستور 1 جوان من سنة 59 أو 900. لماذا فشل حتى لا نعود يعني مرة أخرى إلى المربع الأول؟ التأسيس الجديد يقتضي فكرا سياسيا جديدا، ومن بين أهم الأسباب التي أدت إلى فشل التجربة الدستورية الأولى هو أن المسؤول والنائب لا يشعر أبدا أنه مسؤول أمام المواطنين الذين انتخبوه. حتى يكون هناك تأسيس جديد لابد من تنظيم سياسي وإداري جديد ينطلق من المحلي لا ينطلق من المركز، والحراك الذي عرفته تونس انطلق من الأطراف ولم ينطلق من المركز. للأسف لم ينظروا إلى هذه الأسباب، ولم ينظروا أيضا في طبيعة الحراك الذي حصل في تونس في أواخر ديسمبر وبداية جانفي من سنة 11 و2000. طيب حتى نكون متفائلين نتحدث نعم عن المستقبل مع الأمل في نعم أن ينهي نواب التأسيس نواب الشعب يعني المصادقة على الدستور في أقرب الأجال، يعني وعند وضع الدستور الجديد للبلاد هل يمكن أن نقول أن تونس ستعطي المثال الإيجابي لبقية البلدان العربية في تأسيس يعني ديمقراطية حقيقية، يعني تكون فيها المؤسسات الدولة محترمة وأيضا تكون فيها دولة القانون يعني وفق المصطلح يعني وما يحمله من معاني؟ هذا ما نتمناه، وهذا يعني حتى يكون الأهم من الأحكام التي تتم مناقشتها والمصادقة عليها وظيفة الدستور. ماذا سنفعل بهذا الدستور؟ ماذا ما هي وظيفته إن كان مرة أخرى لتبرير سلطة الحكام ولإضفاء مشروعية على وجودهم؟ فأننا لم نؤسس من جديد، بل أعدنا بنفس بصيغ جديدة دستورا قديما وفكرا سياسيا قديما. المهم هو هنا ملاحظة أستاذ، يعني دستور 59 نظريا كان يعني دستورا محترما طبق تطبيق نعم لا لو طبق بفرنسا أو ببريطانيا أو بأسيا أو بدولة ديمقراطية أخرى لأدى إلى نفس الديمقراطية. القضية في تصورنا للدستور، في وظيفة الدستور. ولو أتينا بدستور الولايات المتحدة أو بالدستور الفرنسي أو البلجيكي وطبقناه في ظل الوضع الذي كان قائما أو في ظل الأوضاع الحالية لن يؤدي إلى نفس الديمقراطية. المهم ما هي وظيفته؟ هل سيحقق بالفعل مقاصده في نظام ديمقراطي حقيقي، أم سيكون أداة فقط للحكم ولإضفاء مشروعية دستورية وهمية وشكلية على الحكام؟ هذه هي القضية الجوهرية، وهذا هو أساس الدستور. الدستور أداة لتحقيق الحرية وأداة لتحقيق نظام ديمقراطي، أما حين يتحول إلى ثوب أو كما ثوب دستوري يوضع على المقاس، فأننا لا نضع دستورا حقيقيا بل نضفي مشروعية شكلية وهمية على الحكام. الفكرة واضحة، وشكرا على التحليل والإضافة الأستاذ قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري. شكرا.